الحملة الانتخابية انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023. صباح النور سيد أحمد، تقدم روحك، تقدم برنامجك الانتخابي، عندك 3 دقائق بالضبط، تفضل كلمة ليك. صباح النور مدام، شكرا على الإتاحة للتعليق. من المترشح أحمد إلى أهالي عائلة المهارين الأعزاء، أنا بصفتي مترشح عن عائلة المهارين وابن الجهة أريد أن أعلمكم أنني على دراية تامة بجميع المشاكل والنقائص التي تعاني منها الجهة، وأعدكم أنني سأكون بكل سأعمل بكل جهد وصدق وأمان على تحقيق كل برنامج الانتخابي، وذلك من خلال أن نكون يد واحدة في دعم هذا المشروع الانتخابي بصفتي ابن هذه المنطقة، بحيث يكون عندي يد واحدة للعمل على نجاح برنامج الانتخابي وتطويره وتسييره كما يجب إلى الأفضل والأحسن للحصول على نتائج مشرفة ومرضية للجميع وتطوير المنطقة وأعطائها روح جديدة. ويمكن اختصار هذا البرنامج الانتخابي في العمل على إعادة تشغيل مخبر التحاليل الفلاحية بالمهارين، تكوين شركة أهلية لإعادة أراضي التعاضدية السابقة، مركز تجميع الخضر والغلال بالمهارين، معالجة مشكل الصرف الصحي بكل من حي النور والمهارين، العناية بالتنوير العمومي والمشارك الفلاحية بكل من المهارين والمحفورة، الاهتمام بموضوع النقل المحفورة المهارين حي النور، الاهتمام بموضوع نقص الماء بالمحفورة، مزيد الإحاطة بالعائلات المعوجة محدودة الدخل، الحرص على الاستغلال الأمثل للعقارات الفلاحية، العمل على توفير وتمويلات لدعم لتدعيم صغار الفلاحين، كما سأكون على ذمة أبناء دائرتي لتحديد مشاغلهم وحاجياتهم والدفع في المجلس لاتجاه العناية بها، وشكرا. إطار الحملة الانتخابية انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023.